ينفعش ان احنا نقول مره واحده، لكن طبعا في عندي مشاكل من اول الكوجنيتيف فانكشن لغايه كل السيستم بتاع الجسم. السيفتي ميجر كونترولز مهمه جدا، واتوقع ان انا اقلل الفيديوهات كتير جدا والبروجريس بتاع العيان يبقى بطيء جدا. انا خلصت النهارده، اللي عنده اي سؤال. في مين ده؟ وبيز ولا؟ لا مش بفهمه. في الدكتوره بتسالني، احنا بيجي لنا ناس الليتر كتير وبيبقى تدريبهم على الفحص دوت بتدربهم على الاكسرسايز دي صعبه جدا. الحل ان احنا اول جلسات انا بجيب العيان عندي مرتين في الاسبوع في الغياب، عشان هو لما بتدي له انتي بيوتكس وتقول له مش عليه اسبوع بيجي لك بعد الاسبوع يقول لك ما خدتوش اربع ايام من الاسبوع. فانا لما بمشي مع عيان لمده شهر اي ماست مونيتور هو بيعمل التدريب ولا لا، وبيعمله صح ولا لا، لان احنا عندنا كمصريين الميموري سبان بتاعتنا قصيره جدا. فانا بجيبه عندي مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما اطمن ان هو بيعمل التدريب صح. وفي النقله ابتدي ازود الفريكونسي اوف فيزيت لغايه ما اتاكد ان هو بيعمل التدريب صح. انت مع الناس دي هتحتاجي تشوفي يوم اكتر. تمام؟ بس كده. خلاص؟